السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتي في القناه ديالكم ناصر ايس فلوكس. مرحبا بالناس اللي ديال التحقيقات كما تنقول ديما، مرحبا بكم كاملين، راكم في القلب. مرحبا مرحبا بكم في العائله ديال ناصر. نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم السعاده ان شاء الله بحول الله. غادي نكونوا اخوه عاوتاني، الناس اللي تنهضر مع الناس اللي التحقات القناه غنكونوا ان شاء الله اخوه في هذه القناه هذه. ولا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه ان شاء الله بحول الله على الراس والعين، الا قديت نساعدكم مرحبا على الراس والعين ان شاء الله بحول الله. اليوم غادي نقوم باجابه على واحد السؤال. كانت هذا السؤال سولوني عليه الناس بزاف من نهار يلا فتحت لاشين ديالي ناصر ايس فلوكس، وانا ديما تنتوصل بهذا السؤال هذا ان شاء الله بحول الله. قررت اليوم باش ندير هذا السؤال هذا، غير هو غيكون شويه طويل في هذا الفيديو هذا. الناس سولوني على الحياه ديالي، كيفاش تعلمت اللغه الانجليزيه، وكيفاش هاجرت من المغرب الى الولايات المتحده الامريكيه. وان شاء الله بحول الله غادي نقوم بالاجابه على هذا السؤال هذا. غير هو ما غاديش نقدر نختصر الحياه ديالي من في 5 دقائق ولا في 6 دقائق ان شاء الله بحول الله. سمحوا لي بزاف الا طولت عليكم في هذا الفيديو، ولكن غادي ندير جهدي كامل ان شاء الله بحول الله باش نقوم باش نجاوب على داك الشيء باختصار. ونتمنى لكم الخير ونتمنى لكم السعاده ان شاء الله بحول الله. مهم الناس اللي يلا التحقات، انا راه معروف من دابا عندنا دابا 5000 فرد العائله، كنظن بالله راه كلهم عارفيني وعارفين القصه، النص ديال القصه ديالي. غير هو لاحظت كاينين بزاف ديال الناس اللي تعقوا للقناه مازال ما تيعرفوش عليا بزاف، لذلك غادي ندير هذه القصه هذه كيفاش نعرف على راسي هو اول حاجه. وان شاء الله بحول الله غادي نقوموا درجه بدرجه حتى نساليوا هذا الفيديو، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. مهم اخوتي اخواتاتي كما تعرفوا، معكم ناصر من مدينه مكناس، كنت ساكن في مدينه مكناس، سكنت قناة راه 18 سنة. انتقلنا لمدينة مكناس، كنت فيها وقيلة شي 10 سنوات. طالب جامعي، كنت طالب جامعي في مولاي اسماعيل في مدينة مكناس. حصلت على الشهادة البكالوريا في مكناس، التحقت للجامعة، قريت فيها شي بركة، قريت فيها واحد 5 سنين، ما وفقش الله، خديت الدوق ديالي في اللغة الإنجليزية، وكنت غناخذ لا ليسونس، ولكن طارت وقعوا شي تغيرات في الحياه ديالي ان شاء الله بحول الله. وما غادي هاد التغيرات هما اللي غادي تكتشفوا ان شاء الله بحول الله في هذا الفيديو. مهم الناس اللي تيسولوا على القصه كيفاش تعلمت اللغه الانجليزيه، غادي نسبق اللغه الانجليزيه عاد غنسبق كيفاش جيت من المغرب لامريكا. مهم الناس اللي تيسولوني على اللغه الانجليزيه، انا اللغه الانجليزيه كانت هوايه ديالي، كنت تنبغي اللغة الإنجليزية ومازال كنبغي اللغة الإنجليزية. عندي واحد الهواس على هاد اللغة هذه، كنت ديما تنقراها، كنت تنقرا كتب ديال اللغة الإنجليزية، كنت تنقرا تنتفرج في الأفلام، تنتفرج في الرسوم. هاد الشيء ما غايجيكمش غريب، غادي تقولوا الرسوم، يقول الناس غايقولوا بهذا باقي صغير. إلا باغي تعلم اللغة الإنجليزية راه تيتعلموها الناس من الرسوم، حيت عندهم لغة سهلة كيفحال الرسوم عندنا في العربية، تيهضروا بواحد الدارجة سهلة باللغة العربية الفصحى. لذلك انا قررت باش نتفرج في الرسوم ونتفرج في الافلام ونقرا كتبة، ولذلك ومازال كنت نمشي للجامعة باش نتعلم اللغة الانجليزية. غير هي الجامعة ما كتعلمكش اللغة الانجليزية، ما غاديش تجلس في الكرسي وغادي يبقى يدخلوا لك اللغة الانجليزية في راسك الا ما كانش عندك العزيمة والارادة، كما تنقول ديما ما غاديش تعلم اللغة الانجليزية. مهم انا اللغة الانجليزية بدات عندي كهواية من المستوى التاسع. لاحظت بالله تعلمت شي كلمات، تعلمت شي كلمات وحسيت بالله راه بغيت هذه اللغه هذه، وليت تنكتب كلمات، اي كلمه شديتها باللغه الانجليزيه كنكتبها بالعربيه. في ديك الساعه كنت نكتبها في واحد المذكره ديالي، وكنت قبل ما تنبغي ننعس تنقرا ديك المذكره ديالي، كنفيق عاوتاني ان شاء الله من تنفيق كنقرا ديك المذكره ديالي. هي احسن حاجه باش تعلم اي لغه هي قراها من قبل تنعس وقراها من بعد ما تفيق من النعاس، هذه هي تترسخ لك هذه المعلومات في الذهن ديالك. مهم من وصلت للبكالوريا لقيت راسي كنهضر باللغه الانجليزيه، وكان عندي الباجاج بزاف في اللغه الانجليزيه، لاحظوها الاساتذه ديالي في اللغه في الثانويه. انا غنقول لكم ثانويه بادر، الناس مكناس ثانويه بادر اللي جات في مرجان، لاحظوا بالله اللغه الانجليزيه ديالي مزيانه. كنت نجيكم صراحه كنت نجيب في العربيه
10، كنت نجيب في التربية الإسلامية 12، كنت نجيب في الفرنسي 3، كنت نجيب في شنو نقول لكم، الرياضيات كنت نجيب فيها 6 7، اللغة الإنجليزية كنت نجيب فيها 19 20 19 20 19 20. هي اللي خلاتني نهتم حتى بالمواد الاخرين. كنت نشوف راسي بلا كنجيب نقاط مزيانه في اللغه الانجليزيه والمستوى الاخر هابط. قلت ما غادي هذه الطريقه هذه ما تخلينيش نشد الباك، انتقلت وليت نقرا المواد الاخرين، وليت نجيب فيهم مويه 10 12 بعدا، واللغه الانجليزيه كنت نجيب 20. داك الشيء اللي خلاني ان شاء الله الحمد لله شديت البكالوريا ديالي، شديتها ب مقبول ومقبول 11 كدا و90، شديتها كدا 11 كدا و90. انا كان الهدف ديالي قبل من 9 كنت جاي تنقول باغي نقرا اللغه الانجليزيه في لافاك في الجامعه. من شديت البكالوريا ديالي كانت تتبان لي غير لافاك قدامي، حيت انا كنت مهووس على اللغه الانجليزيه. شديت البكالوريا ديالي ديتها حطيتها في جامعه مولاي اسماعيل اللي في مكناس، الناس اللي ساكنين في مكناس راه عارفينها. كمل قريت تمايا، قريت مده 5 سنوات. كان شويه كان صعيب الحال باش تاقلم في الجامعه، كنت العام الاول ما دخلتش بزاف ديال المواد، ما دخلتش بزاف. العام الثاني كذلك، العام الثالث شديت فيه الدوق، اللي شديت فيه الدوق عامين، والعام الثالث بديت تنيأس في سميتو، ما كاينش الاجواء ديال التعلم باش تتعلم، ما كاينش اللي يعطيك داك الجو. كانوا المظاهرات ديما المظاهرات في الجامعه ديال مولاي اسماعيل، كانوا تيخرجونا من القسم، تيجيو تيخرجونا من القسم، الا ما بغيناش نخرجو من القسم تيجلسوا تمايا بالشعارات وتيرفعوا الشعارات وسط لونفي، حتى ما تلقى ما دير تخرج، ولا البروفي ولا الاستاذ تيخرج من لاصال، لذلك تضطر تخرج في حالك. هذا هو المصير ديالنا. بديت تنتعلم بوحدي في الدار، وليت تنقرا كتبه بوحدي في الدار، وليت تنقرا تنتفرج في الاخبار، حتى حسنت شويه لونجلي، حسنت لونجلي، ولكن حسنت لونجلي اللي نقدر نهضر مع واحد في المغرب، ولا نهضر مع شي واحد يلاه تيتعلم لونجلي. اما باش نهضر مع شي واحد امريكي الجنسيه ولا سميتو، كنت تلقى صعوبات. انا كنت نهضر بلونجلي وتلقى صعوبات باش نهضر مع الناس الامريكيين. فكرت باش نتواصل مع الامريكيين، وليت كنمشي للفيسبوك كنقلب على الاسماء الامريكيين وكندير لهم اجوتي. مين كنهضر معاهم تنقول لهم انا الغرض ديالي باغي نتعلم اللغه الانجليزيه، هذا هو الغرض ديالي، ما بغيت حتى شي غرض اخر، حيت صعيب باش تعلم باش تهضر مع امريكيه ولا امريكي، حيت حنايا هما الثقافه ديال الامريكيه. انا جيت لامريكا، هنايا الثقافه ديال الامريكيه الا ما كانش تعرفك ان بيرسون، ما تيعرفكش هكا فاس فاس، ما غاديش ياجوتيك. لذلك انا كنت تنقنعهم تنقول لهم انا طالب في الجامعه في المغرب، اجوتيتك باش لود المساعده تساعدني باش نتعلم اللغه الانجليزيه. انا عندي تنهضر باللغه تنكتب باللغه الانجليزيه، ولكن ما تنقدرش ننطق اللغه الانجليزيه. بقيت تواصلت مع العديد من الامريكيات، تواصلت مع العديد الامريكيين. كان عندي واحد الصديق، صديق ديالي شي 3 سنوات ساكن هنا في امريكا، بقيت نهضر معاه 3 سنوات في سكايب، حسنت اللغه ديالي شي شويه، هضرت مع واحد الامريكيه لمده سنه، بدات شويه اللغه الانجليزيه ديالي تتطلق. واحد النهار كنت داخل، دابا غادي ننتقل لكم كيفاش تعرفت على الزوجه ديالي اللي هي الزوجه ديالي حاليا. واحد النهار بقيت نتصفح في صفحات الفيسبوك الانترنت بحال هكايا، وكنلقى واحد البوست هكا مكتوب بلا واحد الامريكيه كتعاون المغاربه، تتعاونهم في تطوير اللغه الانجليزيه ديالهم، جرامر برونونسيشن ولا فوكابولري ولا بزاف د الحوايج. اضطريت حتى انا اجوتيها. اول حاجه قلت لها بلونجلي، السلام عليكم، انا ناصر، بغيت نتعلم اللغه الانجليزيه. ومازال كنتفكر في ديك الساعه كنت كتبت خطا، كتبت لها I want to speak English like American. قالت لي لا ما تقولش like، قول as Americans. قلت لها مزيان. واخا تطورت العلاقه ديالنا بحال هكايا، بقات تتعلمني، كنا تنستعملوا سكايب لمده طويله، كنا تنستعملوا سكايب.
حسيت براسي تنتعلم اللغة الإنجليزية، ولي تنطق اللغة الإنجليزية شوية مزيان. مهم أحسن، راه عمرني ما غادي تتعلم اللغة الإنجليزية كأمريكي تهضر بها 100%، ولكن غادي يوصل للمستوى ديالك لواحد الدرجة تقدر يفهموك الأمريكيين 100% وتفهم الأمريكيين 100%. مهم بقيت نهضر هكايا معها، تطورت العلاقة ديالنا لمدة 6 أشهر. 6 أشهر بقيت كنتواصل معها. في واحد النهار بقيت نعرفها بالثقافة ديالنا المغربية، بقيت على أي أنا أمازيغي وحنا كاملين مسلمين، ما كانش الفرق بين العرب والأمازيغ. هذا ما غاديش نقول لكم بلا كاين، بحال قلتي أنا تنميز راسي، ما كانش الامتياز. انا امازيغي، كنت نوريها شويه الثقافه الامازيغيه، وكنت نوريها الثقافه ديال العرب ديال المغاربه، المهم نقولوا المغاربه. عجبتها الثقافه ديالنا، عجبتها هذيك الروح اللي بيناتنا حنا كاي العائله. ما كاينش داك، حنايا كنستغلوا الوقت ديالنا، عندنا افراد العائله كاخوه، ما كاينش الفرق. ماشي بحال هكا في امريكا، تيجي من الخدمه كل واحد تيمشي لبيته، حتى الماكله هي اللي تجمعهم، تيخرجوا عاوتاني تيمشي كل واحد يمشي لبيته. حنا لا، حنا الدار مشاركين، ها الواليد ها الواليده ها خوك هنايا، ها كل شيء مجموع. عجبتها هذيك الثقافه ديالنا. قررت باش تزور المغرب. واحد النهار قالت لي بغيت نزور المغرب، قلت لها مرحبا. المهم دارت الاجراءات ديالها، صايبات الباسبور، صايبات بزاف الحوايج، تسنات حتى شدات الاجازه ديالها، خدات بحال قلتي خدات الشهاده ديالها المدرسيه، خدات عطله، وقررت باش تجي للمغرب. من جات للمغرب تعرفت على العائله ديالي، وتعرفت نورمالمون هي قطعات، على سبيل المثال قطعات غير الالي، حيت هي كانت خايفة بالله ما تعجبهاش الثقافة المغربية كما في هكا تشوفها هكا نيشان. قطعات غير الآلي باش إلا ما عجبتهاش ترجع في نهارها النيت. مهم جات جلست معنا، عرفت بدات تتعرف على الثقافة المغربية، وبدات تتعرف على الثقافة ديالنا، عجبها الحال. بدات جلست معنا بزاف، جلسات طولات معنا، جلسات كانت قررت تجلس شهر، دوزات شهر الأول ما كفاهاش، قالت لي انا باغي نزيد شهر اخر. المهم جلسات 60 يوم في المغرب، جلسات معنا. كنت انا عاوتاني كنت كنمشيو للبلايص، بحال قلتي مشينا للرباط، مشينا للقنيطره، مشينا للسلام، مشينا لطنجة، مشينا للفاس، مشينا خلاص حنا كنا ديك الساعه كانت عندنا الدار في مكناس. زرنا هاد المدن، هادي كاينين مدن اخرين، خدينا عرفتها ببعض الاماكن، مشينا لصومعة حسان، مشينا لبزاف الحوايج، مشينا لبزاف البلايص عفوا. عجبها المغرب بزاف. جلسات 60 يوم، من جات اللحظه ديال الوداع ما بغاتش، بغات تزيد الشهر الثالث. لذلك كانت القرايه خصها تمشي باش تكمل قرايتها في الجامعه، وهاجرت رجعت للمغرب، رجعت لامريكا. بقينا على تواصل لمده 6 أشهر اخرين، لذلك شي عام وشي شهرين وقيله، وانا كنت وانا معرف بهذا اللي هي حاليا الزوجه ديالي. بقينا على تواصل. قالت لي انا ما كانش عندي ديك الساعه انا ما كنتش نفكر بالله الهدف ديالي باش نمشي لامريكا. كان في الاول الهدف ديالي نتعلم اللغه الانجليزيه. من رجعت الزوجه ديالي لامريكا، قررت باش قالت لي نصر غادي ندفعوا الفيزا باش تلتحق لهنا لامريكا. فكرت في هذا الموضوع هذا مزيان، فكرت تنشوف راسي بالله، تنشوف بالله في الجامعه ما درت والو، بالله راه 5 سنين وتقرا في الجامعه ما درنا حتى شي حاجه، يلا خدينا الدوك. دخلنا الاس سمستر 5
مشيت للتكوين، مشيت للتكوين، درت التكوين اللي كيعرفوا كاملين المكانسه، راه جا في طريق اكوراي. درت التكوين تمايا، ما عجبنيش لواحد اللحظه، تعقدت في ذاك التكوين بزاف، والروح ديال القرايه ما كايناش. كنا تنشوفوا شي حاجه، كنت نشوف انا شي حاجه اللي ما كانتش تعجبني بزاف، لذلك كرهت داك الجو ديال القرايه كاع في المغرب. صافي قررت، كنت في التكوين بقات لي شهر باش نشد الدبلوم ديالي في التكوين. سمحت فيه مده شهر، كان بقى لي شهر باش نشد الدبلوم، ما قديتش نصبر داك الشهر، سمحت في التكوين. الجامعه سمحت فيها، ما بقيتش تنمشي للجامعه. الزوجه ديالي دفعت الفيزا، الحمد لله توفقنا في الفيزا، حيت كانت علاقة جدية، ما كانش زواج أبيض وكما تيقولوا، ما كانش الغرض ديالي هو الهجرة إلى أمريكا ومن بعد غادي يكونوا مشاكل زعما على سبيل المثال الطلاق ولا شي حاجة، حيت الناس اللي دوزوا لنا المقابلة مختصين في علم النفس، مختصين بزاف، راه ما تيدارش بهم. لاحظوا فينا بالله علاقة جدية، الحمد لله في ظرف 5 أشهر شديت الفيزا ديالي، فيزا أمريكا. من بعد الفيزا جلست واحد الشهر، جلست شفت مال الدار مزيان، حيث عرفت بالله غادي تجي واحد الوقت اللي غادي نتوحش مال الدار، وحاليا راه دابا مال الدار كعرفتي راه توحشتو بزاف. جلست مع مال الدار مدة شهر، جلست معهم، ما كنتش تنمشي حتى لشي بلاصة، كنت جالس في الدار. من بعد قررت صافي عاوتاني قررت باش نهاجر، خديت البيي ديالي في ابريل، مازال تنعقل في ابريل 19 في ابريل، كان داز عيد الميلاد ديالي بخمس ايام. شريت البيي ديالي، شريت الالي ديريكت سميتو، شريت الالي ديالي، قطعت الالي، تسنيت واحد المده ديال سيمانه. ديك الساعه جمعت الاغراض ديالي وجمعت كل شيء ودعت مال الدار. كان واحد الوداع صعيب بزاف، لذلك باش انا عندي الوالده الله يسمح لنا من الوالدين، الكبده صعيبه كما تنقول لكم. وشنو درت؟ خليت توادعت مع مال الدار، الا الوالده ديالي اللي ما توادعتش معها، حيت كنت نقول لهم هكا، كنت نقول لهم راه واخا عندي الفيزا راه محالش غنمشي لامريكا، تنقول لهم واخا ها هي الفيزا عندي في يدي، راه محالش انا راه شك ما نمشيش لامريكا. كنت نعطيهم هذا الامل هذا باش ما، حيت راه صعيب الحال باش تهاجر لبلاد اخرى، والصراحه وتخلي الوالدين ديالك في بلاد اخرى وما عارفينش فوقاش غادي ترجع للمغرب ولا فوقاش ترجع لعندهم. كنت نقول لهم انا غادي اما ما غاديش نهاجر لامريكا واخا عندي الفيزا، اما غادي نمشي الا ما عجبنيش الحال غادي نرجع. توادعت مع مال الدار كاملين الا الوالده ديالي، خليتها خرجات، حيت صعيب باش توادع مع الوالدين، خليتها خرجات برا، ما نعرف فين مشات، ما عقلتش فين مشات. كان عندي باش نمشي للدار البيضاء، كان عندي خصني نمشي مع السبعة ديال الصباح. حاولت ما نباتش في الدار في ديك الساعه، بت في واحد الدار اخرى، مشيت لواحد الدار اخرى بت فيها، والصباح شديت تران من مكناس لكازا، ومن وصلت لكازا كان الصباح تمايا، عيطت للوالده قلت لها الله يعاونك الصراحه وتهلاي في راسك، وكان وداع صعيب بزاف، كان وداع صعيب، مازال كنحس بذاك الاحساس من كنت في المحطه، في الايروبور، فكنت جالس تمايا وعيطت للوالده قلت لها الوالده الله يعاونك ان شاء الله بحول الله انا دابا في المطار ديال الدار البيضاء. كان واحد الاحساس صعيب، تتشوف راسك غادي لواحد البلاد عمرك ما مشيتي ليها، وراه واخا راه كاين اللي حلمه هو امريكا، ولكن اللحظه من تيشد الوراق في يديه، انا هذه ما غاديش نكذب عليكم، راه واخا تكون كاره المغرب 100%، راه نهار تشد الوراق ديالك في يديك
انا تشد الورق ديالك في يديك، تشد الفيزا ديالك، غادي تحس بالله في ديك الساعه تبغي المغرب. انا هذه وقعت لي 100% وغادي تكونوا متفقين معايا، واللي ما متفقش اللي ما متفقش معايا راه مازال ما شدش مازال ما شدش الفيزا ومازال ما عمره ما خرج من المغرب. من تتشد الورق ديالك فحال هكايا، انا نهار شديت الفيزا وليت نفكر نجلس في المغرب، ولاو تيبانوا لي مشاريع نجلس في المغرب، لا واه نبيع هذه لا نبيع هذه نجلس في المغرب، وليت ندخل الفيديوهات وليت ندير بحال قلتي السلبيات على على امريكا باش نقتنع راسي بلا المغرب احسن. صعيب الحال. مهم نرجعوا للموضوع، قطعت سميتو، كانت رحله طويله، ما كانش رحله طويله الحمد لله. البي اللي قطعت حيت انا كما نقول لكم بواحد المصطلح مغربي 100%، انا كنعتبر راسي من الحماره للطياره، حيت عمرني ما ركبت شي طياره، عمرني ما سافرت لشي مدينه، عمرني ما مشيت ما خرجت من المغرب. كنت المدن، حتى المدن اللي زرتها في المغرب كانت قليله، كانت رباط، كازا، طنجة، تطوان، ماشي حتى تطوان عمرني ما مشيت ليها، اكادير، مراكش، شي مدن قليله. حتى كتب الله باش نخرجوا كاع من المغرب، كان احساس صعيب شي شويه. قطعت باش ما نتعذبش بزاف، قطعت البي ديال 15 ساعه من المغرب من الدار البيضاء الى عاصمه الى سميتو الى نيويورك. من نيويورك قطع شديت طياره اخرى من نيويورك الى دنفر. دنفر هي هنايا في كولورادو، في هذه الولايه اللي كنسكن فيها حاليا. مهم على حساب الرحله ديالي من المغرب لامريكا، درت فيديو خاص بها فيه 23 دقيقه، راه غادي تلقاوه في الرابط لتحت، غادي تلقاوه لتحت الرحله ديالي، تفصل الممل كما كتبت في العنوان. هذا الفيديو هذا اللي درت على تفصيل الممل من المغرب الى امريكا. تسولوني بزاف الناس، قالوا لي كيفاش كانت الهجره ديالك من المغرب الى امريكا، كيفاش الطياره، والناس تعطيت الاجراءات ديال الطياره، كيفاش عطيت معلومات وعطيت نصائح بزاف الناس اللي باغين يهاجروا اول مره. عطيت نصائح بزاف كما قلت لكم الناس اللي باغين يهاجروا اول مره. عطيتكم التجربه ديالي في الطائره، شنو هما الحوايج اللي خصك تجنب، حيت كاينين بزاف الحوايج، شنو هما المواد اللي ما خصكش تجيب معاك، شنو هما الحوايج اللي تجيب معاك، شنو هما الحوايج اللي خصك دير وانت في الطائره وانت في المطار، شنو هما بزاف الحوايج اللي خصك تجيب معاك من المغرب. مهم الفيديو غادي تستافدوا منه بزاف، راه تلقاوه في الرابط التحتاني في خانه ديال الوصف، سميتو تفصيل الممل. المهم الهجره، السفر من المغرب الى كازا الى امريكا بالتفصيل الممل، ان شاء الله بحول الله الناس غادي يستافدوا منه بزاف، واستافدت منه العديد من الناس وكيشكروني عليه. مهم هذاك درتو للناس اللي باغين يهاجروا. مهم القصه ديالي نتمنى تكونوا قريت تفرجتوا فيها كامله. هذا سؤال كان ديما كيتطرح عليا، تجنبت بزاف، تجنبت هذا السؤال، قلت خلي حتى تجي شي صدفه فين نقدر نعطيكم هذه القصه ديالي. مهم الحمد لله جا هذا النهار هذا، فاش قلت لكم القصه ديال الحياه ديالي، كيفاش جيت من المغرب لهذا البلد السعيد هذا. مهم الحمد لله، كنحمد الله وكنشكره على اي حاجه، فضل الله هو الاول، وفضل الوالدين ثم فضل الوالدين. كنحمد الله ونشكروا على اي نعمه عطانا الله، كنحمد الله عليها. مهم الحمد لله العيشه هنا في امريكا بخير والحمد لله، كنحمد الله وكنشكروه. غير هو ديما تبقى حنين للوطن وحنين للوالدين، ديما تبقى عندك في الذهن ديالك، ديما تتفكر بالله ان شاء الله بحول الله فوقاش العوده الى المغرب. وخا من هاجرتي المغرب جبتي معك واحد الفكره بالله تتقول المغرب خايب، المغرب كذا. المهم هذه ماشي الناس كاملين تيقولوها، المغرب الحمد لله زوين، المغرب فيه الامان والطمانينه، وما فيهش هادشي اللي تيوقع في مدن اخرين. انا جيت لهاد امريكا وكل نهار تنسمع اخبار غريبه جدا، كاينين هنا بزاف، كاينه العنصريه في واحد البلايص، كاين حرب بارده بين واحد الاجناس، كاين واحد الاجناس هنا في امريكا كاين بيناتهم حرب بارده، كاين هنا كاين راسي ما كاينش اللي يعتقك، كل شيء كيعول على راسو.
في هذه اللحظه هذه انا اللي كنهضر معكم دابا في الفيديو. اي كما الى تشوفوا من مورايا انا هما لي زابارتمون هنايا، ما تلقى حتى شي واحد تيدور، كلشي كيجري كلشي كيجري، ما تلقاش بنادم، كلشي تيجري على راسو، ما كاينش بنادم يخرج باش يستمتع بهذا الجو هذا، ولا اما الفلوس الفلوس الفلوس، جمع الفلوس جمع الفلوس حتى تتموت وتتخلي دوك الفلوس، ما نعرفش شكون اللي تيديهم. المهم هذا هو حال امريكا. ان شاء الله بحول الله غادي نوعدكم باش ندير لكم واحد الفيديو اخر ان شاء الله بحول الله، ديما فكروني باش ندير لكم فيديو على الثقافه الامريكيه وكيفاش عايشين هاد الناس هادو فهاد الدوله هذه الغريبه، الصراحه كنسميها بدوله غريبه، كيفاش عايشين حياتهم. انا تعاشرت معهم حتى الان وعارف بزاف الحوايج عليهم. ان شاء الله بحول الله فكروني من بعد الا كان باقي عندي الوقت عاوتاني، ان شاء الله بحول الله غندير لكم فيديو، غندير لكم الثقافه الامريكيه، وان شاء الله بحول الله ما فيها بس غادي نخرج باش نسول الامريكيين، غادي نسول، غادي ندير محادثات مع الامريكيين ان شاء الله بحول الله، لغرض اعطاء معلومات صحيحه، ليس لاعطاء، ليس لي فقط نبين راسي بلا كنهضر مع الامريكيين ولا شي حاجه، حاشا ولله. زعما حنا بحال قلتي يقول هذا تيبين علينا اللغه الانجليزيه ديالو ولا كي، المهم كما غادي يفكروها بعض الناس. المهم ان شاء الله بحول الله انا غادي نقوم بمحادثات مع الامريكيين الا سمحت لي الوقت ولا سمحوا لي هما، لذلك حيت صعيب باش تصور امريكي خصك تطلب منه الاذن وتطلب منه بزاف الحوايج، حيت حقوق الملكيه ما تبينش له الخصوصيات، ما تبينش له وجهه، انت ما قلتي ما طلبتيش الاذن وما خديتيش البيرميشن. لذلك ان شاء الله بحول الله غيكون فيديو على الثقافه الامريكيه وكيفاش عايشين هاد الامريكيين ان شاء الله بحول الله. نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم السعاده. الا كنتي تشوف هذا الفيديو هذا ومازال ما مشتركش في القناه ديالي، ما فيها بس تبرك على ابوني الا تتبان عندك ابوني، الا كانت عندك القناه ديالك باللغه، الا كان عندك الحاسوب ديالك باللغه او الهاتف باللغه الفرنسيه غادي تبان لك ابوني بالاحمر، كليكي على ابوني باش تنخرط للعائله ديال ناصر. الا كانت عندك، الا كان عندك الديفايس ديالك ولا الكمبيوتر ديالك باللغه الانجليزيه غادي تبان لك سبسكرايب بالاحمر، كليكي على سبسكرايب باش تنضم عاوتاني للعائله ديال ناصر ان شاء الله بحول الله. ولا كانت تستعمل اللغه ديالنا اللغه العربيه غادي تبدا لك اشتراك، كليكي على اشتراك ان شاء الله بحول الله باش تنضم الى ازيد من 5000 عضو او 5000 فرد عائله، كنسميهم فرد العائله، ما كنسميهمش لي فان، ما كنسميهم حتى شي حاجه، كنسميهم افراد عائله ديالي. كان الحمد لله حنا في جو عائلي الحمد لله، ما كاينش الحقد، ما كاينش البغضاء، ما كاين حتى شي حاجه، كنتعاونوا بعضياتنا، كنصحوا اخطاء بعضياتنا، والحمد لله كنفتخر بالاعضاء كاملين ديال ناصر ايس فلوكس، الافراد العائله ديال ناصر ايس فلوكس كنفتخر بهم، مستوى جد راقي الحمد لله مقارنه مع لي باج اخرين ولا صفحات اخرين على اليوتيوب. كاين هناك بزاف ديال ديسلايك، كاين بزاف ديال الكلام الفاحش. الحمد لله القناه ديالي والقناه ديالنا كاملين، كنعتذر، القناه ديالنا كاملين كتميز بالروح الاخوه بيناتنا، البنت الولد راجل ما كنعتبرهم كاملين اخوه، كنعتبرهم عائله واحده الحمد لله. في هاد الصفه اللي كاينه في هاد القناه هذه ناصر ايس فلوكس، كنتمنى لكم الخير، ما بغيتش نطول عليكم بزاف، كاين ما يتقال بزاف، ولكن غادي نقوموا بتقسيم هاد الفيديوهات ان شاء الله، وان شاء الله بحول الله نقوموا بفيديوهات اخرين. نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم السعاده ان شاء الله بحول الله. إلا كانت عندكم باقي أسئلة أخرين، كانت عندكم اقتراحات، كانت عندكم شي اقتراحات أخرين بغيتوني نديرها في الفيديو الجاي إن شاء الله بحول الله، كاين كومنتير، تتكتب كومنتير، كتب الاقتراح ديالك، عبر على نفسك، عبر على راسك، وإلا كنت قلت شي حاجة وأنت ضد ديالها، انتقدني ماشي مشكل، انتقدني في لي كومنتير ديالك، كتب أي حاجة تتحس بها، كتب اي حاجه قلتها غلط وانت عندك، انت عندك الجواب الصحيح، كتبها في لي كومونتير ان شاء الله بحول الله غادي نجاوبك في اسرع وقت ممكن الى سمحت لي الوقت. نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم السعاده. كان معكم ناصر من امريكا في ولايه كولورادو، كما تشوفوا كما عارفين انتم كاملين في ولايه كولورادو، وبسلامه عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله بحول الله. بيس.